أنا بحثي بسلط على دراسة دور واحد من البروتينات المهمة اسمه CBP. هاي واحدة من التوبكس الجديدة اللي هلأ حاليا الناس عم بيشتغل عليها و they are looking forward and this is one of the most common targets in cancer therapy. أنا بتوقع إن شاء الله إنه بعد عدة سنوات من الأبحاث هقوم فيها على هذا البروتين إنه يكون واحد من التارجتس الجديدة اللي it can be used in breast cancer therapy. وهذا ممكن يكون يعني علاج جديد مستخدم في البروتوكولات اللي تستخدم حالياً لمرضى سرطان الثدي. وأنا أكثر الناس اللي بحب أشتغل على سرطان الثدي لأنه داعم للسيدات وبتمنى أنه أبحاثي يعني تكون بالأخير لها فائدة مهمة لهذا النوع من أنواع السرطان.